بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحل أسئلة المراجعة على السريع، مروا عليها، مش شرط أحله كامل، راح أعطي بس الأفكار. أي مما يأتي يمثل أضلاع مثلث؟ حكينا كيف الطريقة، نجمع طول أيض العين، مثلا 4 زائد 7 بيطلع 11، 11 أكبر من 5، نعم. الآن خلص جمعت 4 مع 7، بروح بجمع 7 مع 5، 7 مع 5 كان 12، 12 أكبر من 4، نعم، خلصت هاي 2. هسا مين ضايل ما جمعتوش؟ ضايل 4 وال 5، 4 زائد 5 9، أكبر من 7، نعم، إذا هذه تصلح أن تكون أطوال أضلاع لمثلث، إذا هذه تصلح. نيجي هون 8 زائد 3 11، إذا هذه لا تصلح، لأنه طلع زائد 8 زائد 3 يساوي الضلع الثالث، هذا ما بيصير. الآن 18 زائد 30 بيطلع 48، و18 زائد 24 حيكون أكبر من 30 أكيد، إذا هذه تصلح. دعني أجربها كلها. أنت خذ الصغار. بيساوي الكبير 19 أكبر من 12، إذا هذه كمان تصلح. إذا هذه شغلة بسيطة جدا طلعت. يلا احسب محيط المثلث اللي موجود في الشكل اللي هو سين صاد عين، سين صاد عين الكبير الأصلي. طبعا احنا أخذنا قاعدة إنه القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ضلعين في المثلث تساوي نصف طول الضلع المقابل لها وتوازي، إذا هي راح تكون 12. إذا صاد عين تساوي 12 سنتي. يلا الآن 4 سنتي اللي هي دالها الضلع المقابل لها سين عين، إذا سين عين راح يكون ضعفها، راح يكون 8 سنتي. الآن راح نجيب اللي هو سين صاد، سين صاد اللي هو راح يكون ضعف الضلع اللي هو هذا باها اللي هو 5 سنتي راح يكون 10 سنتي، إذا المحيط راح يكون 12 زائد 8 زائد 10. هنا 20 30، إذا راح يكون 30 سنتي. يلا، السؤال الثالث، يبين الشكل المجاور سداسيا منتظما مركز النقطة ميم. جد مساحته بالسنتيمتر مربع. والله سؤال حلو جدا. هون طبعا القاعدة ببساطة انه انا بقدر لو وصلت لانصاف الاقطار او وصلت الاضلاع هذه راح احصل على كم مثلث، هيعدهم بهذا الشكل من المركز. هذا مثلث الاصلي اللي انا ممكن اشتغل عليه، وبعدين عندي هاي 1 2 3 4 5 6. معناته الفكرة الاستراتيجية تبعتها راح تكون اني احسب مساحة المثلث هذا المظلل، وبس اخلص بضرب في 6. اذا هي الفكرة اني احسب مساحة احد الاضلاع، عفوا احد المثلثات، ثم ايش احسب بقية المساحة. الان انا بعرف انه هذا الضلع طوله 12، كويس. اذا احنا بدنا نجيب مساحة المثلث هي راح تكون نص طول القاعدة في الارتفاع، اذا المساحة بتساوي نص في 12 في الارتفاع اللي هو سين. خلينا نقول هذه سين، اذا ظل مشكلتي اني احسب سين. طب انت مش شايف مثلث قائم الزاويه هون؟ شايف والله مثلث قائم الزاويه، هياته هذا 6، لانه هذا عباره عن عمود من راس المثلث المتطابق الضلعين على القاعده، اذا ينصفها. اذا هذه راح يكون عباره عن 6 وهذا 10، اذا صار عندي مثلث قائم الزاويه وتر 10 سنتي واحد الضلعي القائمه 6، اذا كم طول الوتر اللي هو سين. طبق فيثاغورس، بصير عندنا سين تربيع زائد 36 يساوي 100. طبعا عارفين ليش 36 وليش 100، ربعت الاضلاع طبعا. اذا سين تربيع تساوي 100 ناقص 36 اللي هي راح تكون 10 ناقص 6 فيها 64، اذا سين تساوي 8. اذا هون راح يكون مساحه المثلث الواحد ونص في 12 في 8، نختصر على 2 1 على 2 فيها 6، 6 8 48. اذا مساحه هذا المثلث الواحد راح يكون قديش؟ 48 وحدة مربعة أو سنتيمتر مربع. بنضرب ال 48 ضرب 6 بعطيني مساحة السداسي المنتظم، 6 في 8 48، 24 و 4 28، إذا مساحته بيطلع 288. يلا اللي وراها، في الشكل المجاور بين أن ميم دال منتصف أو ينصف سين صاد. كيف؟ طب ما هي دائرة، هذا مركز الدائرة. الآن لو وصلنا نصف القطر ميم سين، وصلنا نصف القطر ميم صاد، بالتأكيد من خواص الدائرة أنه أنصاف الأقطار كلها بتكون متطابقة، إذا أطوالها نفس الطول، إذا هذا صار مثلث متطابق الضلعين. وميم دال ماله ينصف، إذا ميم دال ينصف سين صاد، هو عمود، هذا نازل عمود. أخذنا نظرية فيها أنه العمود النازل من رأس المثلث المتطابق الضلعين على قاعدته شو ماله؟ ينصف القاعدة، إذا معناته سين دال يساوي دال صاد، ومنها ينتج المطلوب. ألف باء جيم دال شكل رباعي، ما قال مربع، رباعي. رباعي يعني ممكن يعني نتخيله هيك، هاي ضلع مثلا، هاي ضلع وهاي ضلع وهاي ضلع،
يعني اي رباعي ممكن يكون كيف شكله، مش شرط يكون اضلاعه متساويه ولا شيء، المهم اربع اضلاع مغلق. ايوه لام سين صاد عين لام، خلينا نكتب هيك سين صاد عين لام. كويس، منتصفات الاضلاع الاربعه التوالي نصفت، بدنا نعمل منتصفات، يعني هون جينا عملنا منتصف، اذا هذا الضلع يساوي هذا الضلع سمي هاي دال، وهون مثلا سمي الف معناته هذا يساوي هاي، وهون سمي باء، انا بنصف بالاضلاع قاعد. كويس، هذا يساوي هذا، وعندي هون مثلا جيم نعتبر هاي تساوي هاي. كويس، على التوالي الان وصل هو اسمه الف باء جيم دال، اسف انا عكست الوضعيه معلش، ما بيأثر، هو صراحه التسميات ما بتأثر. يلا هو اسمه الف باء جيم دال، المنصفات سين صاد عين لام. كويس، الان بدنا نوصل اللي هي المنصفات. كويس، بدنا نثبت انه الشكل اللي في الداخل هذا هو متوازي اضلاع. طلع خلينا نسويها على الجبرة حتى تيجي اوضح الصورة، صراحة افضل من هيك. نمسح هذا الحكي ونعمل عندي شكل رباعي، شايف بدي اعمله شكل رباعي حر، يعني ايش ما كان هذا الشكل الرباعي، ما في شروط على التوازي ولا اي شيء من الكلام هذا. كويس، هاي شكل رباعي حر، شوف ما له شروط، بقدر اعمله زي ما بدي، المهم يكون منحنى مغلق. ايوه الان بدي اجيب منتصفات الاضلاع، هذه جبت هون منتصف ضلع، هذا المنتصف، هاي منتصف، وهاي منتصف، بعدين رحت جبت قطعه مستقيمه وصلت بين المنتصفات، بدي اثبت انه هاي المنتصفات شو مالها، انه هذا الشكل اللي راح يطلع هو باستمرار متوازي اضلاع مهما غيرت في المنظر. شايف، ما حدش يفكر انه مستطيل يعني، او لازم يكون قائم او شيء، مو شرط. طيب هاي سهله جدا، كيف بنثبتها؟ طلع علي كده الان، انا هون لو جيت اطلعت القطعه المستقيمه هذه شو مالها، خلينا نغير اللون، هياتها القطعه المستقيمه هذه هي واصله بين منتصفين ضلعين في مثلث. انو مثلث؟ طب انا ما شفت انا مثلث، اذا ما في عندي مثلثات. انا بقدر اوصل من عندي قطر الشكل الرباعي مثل هيك، شايف كيف؟ هاي وصلت القطر، اذا هذا الضلع يوازي القطر ويساوي نصه، يعني اذا هذا مثلا سين، اذا هذا 2 سين، هاي اول معلومه. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه للضلع اللي هون، وهذا الضلع اللي هون شو ماله؟ نفس الشيء، هذا مثلث، شايف كيف بطلع مره طلعت على هذا المثلث، الان بطلع على المثلث الثاني، هذا الضلع يوازي هذا الضلع ويساوي نصه، اذا هذه 2 سين، اذا هذا سين، اذا صار عندي الشكل سين صاد، او عفوا مش هيك، سين صاد معلش عين لام فيه سين لام يساوي صاد عين ويوازي. طيب نيجي على نفس الطريقه لو عكسنا الوضعيه واخذنا القطر الثاني وبنفس الاسلوب مشيت، وصلت قطر هيك. كويس، اذا نقدر نقول انه الضلع سين صاد يوازي الضلع اللي هو مثلا هون حكينا الف باء جيم دال، اذا يوازي باء دال ويساوي نصه، يعني هذا اعتبرناه مثلا طوله ميم او 2 ميم، اذا هذا ميم. نفس الكلام بالنسبه للمثلث الثاني دال باء جيم، لو مشيت على دال باء جيم راح الاقي انه الضلع لام عين يوازي دال باء ويساوي نصه، اذا معناته الضلع صاد سين اللي هو هذا الضلع يساوي بالطول لام عين ويوازي، اذا الشكل بده يكون متوازي اضلاع، لانه حقق تعريف متوازي الاضلاع.